اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا الخبيزه التونسيه بتاعنا المعروفه. حسيلو نوريكم الطريقه اللي مستسين كيفاش نحنا نعملوها. اخوينا في المغرب يظهر لي يقولوا لها بقوله بقوله، والله ما نعرفش حاجه هكا. معناها كان معنا شكون في المغرب وكل ولا في الجزائر واللي يعرفوها يقولوا لنا شنو يسميوها. اون توكا هذه هي الخبيزه، اوراق الخبيزه لقيتها البارح في السوق، خديتها حسيلو فرحت بها على الاخر. قلت اون فان لقيت حاجه تونسيه واحد ينجم يعملها. هذه هي اوراق الخبيزه. شنو نعملوا لها؟ توا نجيو نحيو العرشه ونستحفظوا بالورقه، نحيو الاوراق ذوما الكل، هذوما لوحوهم ما نستحقولهمش خاطر هذوما حرش حرشه، هذه كي تمسها الملمس نتاعها احرش، دونك مش نتاع تطهي. نقصوهم ونحطوهم في الكسرونه هذيك باش نحط نصمتها. نحنا رانا نفوروها، نحنا في دارنا نفوروها. انا المره هذه باش نصمتها في ساعه باش ما نقعدش نستنى حسيلو تفير وكل شيء. اختصارا للوقت، هاي الخبزه نتاعي توا نقصها ونحطها في الكسرونه ونزيد عليها ماء ونحطها تتصمت. ناخذها هكا بالطريقه هذه، هكايا ناخو ونجي ناخذ السكينه نتاعي ونقصها هكايا. بسم الله، ورقتها راهي كاسحه شويه على ورقه الكلافز وال على ورقه السلق والسبنيخ، يعني تحسها حرشه شويه. وكان تفوروها خليوها تتفور مليح مليح للي تهبى وتهبط الماء نتاعها تشيح، ومن بعد تخلطوها مع مرقتها اللي باش نوريها لكم توا كيفاش باش نقدوها المرقه نتاعها. نكمل نقصها هكايا، نحطها هكا في الكسرونه ونوريكم المرقه كيفاش نعمل. وهوني عبيتها بالماء هكايا للشطر، نحطها توا تغلي ومن بعد نحط نصفيها. الخبيزه نتاعنا تغلي. لهنا خديت 6 سنون ثوم وبصلة وكعبة صغيرة هكا براسيا وإلا كراث، حاسيلو كل واحد شنو نقول الاسم نتاعها. مش بصل، هي راهي تجيب البصل الأخضر الربعي، بنتها بالبصل الأخضر الربعي نتاعنا هكاكا نعملوها نحنا. مع نجي منلقيتش البصل الأخضر جملة لهنا، وليت عوضت مطعم البصل والبراسيا هكا مع بعضهم شوية باش يعطيوني النكهة البنينة. هذه البراسيا والثوم نبرشو هي زادة بنتها هريسة عربي. انا ما عنديش لا فلفل احمر ولا هريسة عربي، دونك حاولت حسيلو نكهة لماكسيموم باش تجيني بنينة كيما بتاعنا. والبصلة كيف كيف باش نبرشها، نبرشها بالخشين خير. الخبيزه لهنا كي تبدل لونها صيي تغميق نعرفوها طابت ونحطها طاو تستقطر. طاو الفحات نتاعي، الفحات نتاعي عندي التابل والملح فلفل زينه طماطم معجون هريسه، عندي هريسه حكوك لهنا ما عنديش هريسه عربي الله غالب، وفلفل اكحل. خديت ودي طنجره نتاعي حطيت فيها شويه زيت وحطيت شويه ايشالوت. ايشالوت اختياري، راهو اختياري، انا نحبو ينكه لي ويبان لي على الاخر. هوني اختياري. طاو باش نحطهم على النار ونحط المكونات يتقليو شويه. واول حاجه نحطها نحط الكرات ولا البراسيا نتاعي خاطر نقولوا نحنا راسها صحيح شويه، مش كيما البصل الاخضر كي صعيدو هي يحب لها وقت شويه باش تذوب. طيب توا نبل الكرات نتاعي كيما نقولوا، نحط البصل والثوم. انا ما عنديش حاجه باش تطيب برشا، دونك نحط كل شيء مع بعضه طيب. ونحط الطماطم
شويه ماء توا، شويه مش برشا. الخبيزه ديجا فيها الماء نتاعها، ونحنا ما نحبوهاش تكون مرقه، معناها يقولوا نحنا جاريه برشا. تقريبا هكا سافا، ولي نحط بقية الفحات، نحط الهريسة والفلفل الزينة والتابل والملح والفلفل الأخضر، وطلعت لنا الريحة البنينة توا. في الوقت هذا نحط الخبيزة، بسم الله. ها هي الخبيزة بتاعي، بعد ما نقولوا نحنا بعد ما صفيتها، حطيتها تستقطر، صفيتها لهنا طبعا باش نحطها مع المرقة، تكمل تطيب مع المرقة. هي بنتها راهي فلفل شايح، يعني نحن نقولوا الهريسة العربي، بنتها الهريسه العربي هذيك مش نورمال. حسيلو ريحه الخبيزه ذكرتني بيانات المرواح من المكتب ولا من الليسي. تبدا امك هكا مطيبه حويجه كيما هكا، وتبدا الريحه في الشتاء تحس بانتيميتي ماهيش نورمال. حسيلو نعرفش، كل اكله عندها ذكرى، كل اكله عندها الذكرى متاعها. هاو طاب بدا يخرج الماء، اغزرو ريتو، نخليوها حتى ليلي تشرب الماء متاعها هذاك. كيما نقولو نخليوها تقر زيتها، تقر زيتها تكون طابت الخبيزه نتاعنا، سهله وما فيها حتى شيء كيما طراو، والبنه حاجه اخرى. وهوني الخبيزه نتاعي صاي شربت كيما طراو، ما عادش فما ماء. باش نحط لها شويه زيت زيتونه، بسم الله. زيت زيتونه نحس نكهته في الاخر ابن، تبدا ابن بيسر كي نحطه في الاخر. وهذه الخبيزة حضرت، وإن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. وهذه الخبيزة ها هي حضرت، وحطيناها في طبق التقديم كيما ترى. باش نعمل عليها رشة زيت زيتونة، هكا، وإن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. وفي حلقة أخرى، وصفة أخرى إن شاء الله. وبسلامة.